صبحكم الله بالخير. رقدت رقدة، الرقدة اللي يسمونها عليها رضوان من الله، هي عنثر طيارة وعنثر بوي شغل عمال في البيت، وعنثر الله يحفظكم خط تقريبا 270 كيلو بعد في الليل، طيارة بعد من ما بين دار الجريمة، طيارة من دزلدورف لين أبوظبي، ويت أبوظبي وكيلت وامسيت قبضت خط من أبوظبي ما شاء الله علي تبارك الرحمن لين شويهات تقريبا 250-270 كيلو الإمارات. أمسيت بحاك المسد زين، سولفنا ورمسنا وتعشينا، ورقدت الساعة 11 ونص ظني لو 12، بقيت الكنديشنات يبندن ما طعم، وحين الصالة غادي الثلج كأني جالس في فريزر مكان، بقيت يبندن ولا واحد منها طعم يبندن، بايتات طول الليل يشرخن كلهم والرموتات ما بلا واحد واثنين كلهم ما يشتغلن، ها كلهم ولا واحد فيهم يشتغل طول الليل. اقول شو الصاله كم اكبرها، والثلج غاديه ثلج ناهيك عن حجرتي داخل. شو اقولكم امور زين. هذا مصباحي شاهد ابوي هالمنظر اللي غني علي هذا اليوم صباحي. ابوي هناك ابوي دزلدورف مشاهد هاي الدنيا الغديب الخضر، وهني ابوي مشاهد هالبحر الفنان اللي رد الروح، يرد الروح الى الماء، الماي بادي ترش بتسجي حين مره شويه باجي نص ساعه ساعه بتغدي من المايات الكبار، يعني بتصك الماي لين العاف هذا لهني. الحمد لله رب العالمين، وقت صيد وقت خير وقت نعمه وقت فضل من الله. هذا الحين محمد البنغالي. Good morning مستر محمد. السلام عليكم. السلام عليكم نفر، لازم سمايل وقت سلام عليكم. عليكم انت روحك خادم رب العالمين خاص بك، سلام عليكم لازم سمايل. ها قانون دنيا كلش، شي خسران انت شيء لازم هذا تشيز، والله ما يسوي مسخره. هذا قانون دنيا من الله سبحانه وتعالى. شو اخبار بابا عيد؟ زين الحمد لله. شو يجيب؟ خبز. شو خبز؟ شباتي. ايه. وانت شو تسوي؟ مال بتان. ايه. ما شاء الله. يلا. ما في اخبار كلش زين؟ زين الحمد لله. الحمد لله. شو وديتوا سمك؟ يعني عشرات عشرات. الحمد لله زين. ما في صافي. الحين شيء باجي ولا ما في باجي؟ في شوية. يعني نص تيسي؟ لا ما يجي. 20 سمكة يجي؟ موجود. يعني يلا ركبي تليفون؟ ايه؟ يجيب جديد؟ ان شاء الله. ايه؟ الاسبوع الجاي؟ انت تسوي لي تليفون؟ ليش يعطي خربان؟ يعطي جديد؟ ان شاء الله. انت تسوي صيد سمك، انت كم سنة معانا؟ برغم انك ما تستاهل. ما في بند. لا انا اسوي كلام شو. ها شو. ما يأتي أول سمسم 20 أول سمسم ما يجيب موبايل، والله أنت جيب موبايل أول هي. هذا خسر مالنا 100 درهم فلوس هي. روح لقى فلوس روح هي. التليفون بدون ما يخلي فلوس يشتغل لا. لازم يخلي رصيد رصيد. أنا داخل هي. 25 ركب هي. والله واحد يوم بعد حصل 15 درهم الحمد لله. الحمد لله. استغفر الله العظيم. حصل فري موبايل. زامية يشتري سامان حصل فري. باقي فري موبايل. محمد بن عبد الله. شو بلا؟ اعطي واحد موبايل مال متو. وانت حاسد ان محمد اعطى متو موبايل؟ شو مشكلة؟ لا انت شوك موبايل. نمبر 1؟ محمد بن عبد الله ابوي معاشه هاي الحكي. وايد فلوس محمد عبد الله. انت وايد فلوس. انا مالك. انت 5 مليون ماشي تريد زياده مليون. اقول لكم هاي الرينو نافع العرب كلها، تجسم ودمات، بتصير شرق غرب، بتنزل سامانك شنطه العده للبحر، خيوط اقسام، كل شيء. اوه طحوا لك الله عليكم هالمكان طالع ما زين هالمكان. كان عليه رضوان. شكرا لكم.
البحر بارد ترى الحين، هذا الوقت وقت السمك الحين، هذا وقت الصيد. البحر داخل في الغبيب حار، فالسمكة تقرب تقلط هني جدا البر، فالحين داخل في البحر من داخل ما شيء سمك، جليل السمك، لكن أكثر السمك كله يقرب جدا البر، لأن السمكة حتى بالبراد ما في، حتى السمك يبى البراد أبوك، ما حد يبى الحر، الحر ما حد يباه، قاعدين يجي العرب من الحر ما يبونه الحر، الناس أبوي كلها تبى البراد، كان أبوي سمك جماد حيوان كل شيء أبوي، اللهم لك الحمد، والله نحن عايشين في فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. عيال البرنامج ها مال الكمبيوتر ما يعلم الغيب الا الله، شيء برنامج يسمونه نسيت والله يسمونه فيش فاينر، ما يسمونه المراد، ان الله يحفظكم، عاطينا اليوم بيصبح موي وبيصبح حوى وبيصبح طهف وبيصبح ما ادري شو، صح ما شاء الله البحر طايح. اوها اخونا وخذها، جود مورنينج ابو محمد، بحر طايح وما زين. شوف الله عليكم، لو ولد هي طليلية ين طليلية على السيف، هي اللي طليلية الله يحفظك، من يوم الماي راشة لا يوم الماي ثبر، من ترد الماي ين طليلية، يوم ترش الماي الصبح ما شي طليلية، وين كمل واحد هني ولايف واحد منهن أسيود وثلاثة لو أربعة بيض، ما أشوفه من زمان، ما أدري وين الله شال لنهن، هل هو هذا وقت الهجرة مالت، وقت هجرة الطليلية، هني يلسن ينبرن يأكلن دود يأكلن قبلوب يأكلن كل شيء حليلهن، وحين ما أشوفه. ها لا لا زين زين، أنا الشك بمحمد وسلية من البحر طالت عمارك، أي عاد على ما تشوفون ريوله ما يتشاهده، لازم هذا في كل بيت على البحر، لازم هذا خاري يسوون دتش عودة، دتش عودة، دتش عودة، دتش العودة هذه يا بين سامان وعيام لشياته، يحطون عليهم يرشونهن مع عذب، يسمون التعذيب، عذبون الوعيان ولا يعذبون الويلاتهم ولا تنظيف، يعني يسوونهن الرش الأخيرة، الرش الأخير وبس، وتتابع تدخل على فراش لأن الفراش نظيف، تدخل مكانه لأن مكان نظيف عشان ما يخيس المكان، ولازم مطابخ خارجية، المطابخ وبالأخص اللي حق السمك، هاي غرفة اللي هناك هاي غصة غرفة خاصة للشوي، شوي السمك، السمك ما ينشوي في المطبخ، السمك يظهر تخنه ولا تخنه تلصق في اليدرات، واليدرات أبويه بتغادي سود، هي والله كلامها مثل والبقرة، والبقرة تبغي حشيش، والحشيش يبغي مطر، والمطر عند الله، والله أنا نفس القياس، سبحان الله، إيه كلام متجانس من بعضه، شو عثير ترى بفترة ثانية تلقطها المتر، تكود من تيمي بيلس هيني أبدا يا مع الرمل هيني قد طعس، أنا تعيبني أي لسني ساعات، أي لسني وين ساعات خريري فات ولا رمسات، يعني هذا ريوقنا الحين، ريوق البر بيض عيون، وهذا المحلة، هذا المحلة، وهنا خبز اللي يبقى خبز وجام وعسل وما أدري شو، الحمد لله، وحليبه على الماشي، على الماشي، ونعم يبقى الحمد والشكر فضل من الله سبحانه وتعالى. صبك حليب، وهذا شو؟ هذا فول. ها شو هذا؟ ها فول أوفن، يا سلام، ثانك يو مدام. هل هنا عند حال؟ ها دوت سوي اوبن وين فور مي، يا الله حاره ضو، هذا وهنا شفتوا الله عليكم، هذا حينه حق دشه البحر،
لازم هذا اللوص احط يمكن 2 ملي سماكه. اللعن يخترب الوجه. ويلا يلا بعد ما بملح جيب شو بتسوي؟ ترى يقول لك المتعلج ولا الطايح. الحين نخلاك ابوي الكبر ما بتخليك ابوي الشمس، ما بتخليك عوامل الطبيعه. شو بتسوي يا البني ادم؟ والله العظيم اي للساعه الاصبع فيه. شفت اللي دار المصلوح هنموني غادي الوجه الحين. وهذا ناخذ ابو محمد الحين عاده البحر طايح 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 مره. لا زين طايح يعني بوقت صيد، وقت صيد والماي بادي ترش والحمد لله الحين. ها شو ما اسمه سليهني وصل اني التصوير طالع عمري في لامون يوم يقولون شفتوها مال المهرج حتى التلفزيون مال يهال. ابو محمد شفت وجهك اليوم مهرج مهرج مال سيرك. والله حب من هو الله يهد ولا يهتمون بعمارهم. تشوف الوجه تحرى ضارب انه يدري الله بالمستعان. شمنا مقل العنايه. لا والله انا بعتني بعمري ابو محمد، انا مستحيل اغفل عن عمري. هي والله تحرى شيبه وهو ولد صغير. ما شي شرات الحركة، ما شي شرات الإنسان اللي يتحرك ويسير ويجي. شو ما شاء الله العرب كلها ظاهرة البحر. يغيب منو دش البحر؟ ما حد دش. 90% منهم أبوية مبخورين رقاد إلا من رحم ربي. بمونية في حب يحب البحر والله يا أبوه جنه. ما ودك؟ نعم وين ما شاء الله. شو ها هذا الحين مساعة طريقة. شو من الطيور هاي الهلال؟ أيوة هلال الطليلي ما شفتنا اليوم، دورت من الصبح. والله يقول في شيء طليلي إن شاء الله أني بأي يوم بصور لكم إياها. هذا عاد الواد اللي من غير كلهم شايفين طليلية في اللي يطريهن. أنا طري الواد مع الإداد اللي توهم ضامين ضامين. وي 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 شو بقول لكم؟ الليمون يوم يقولوا شو اسمه؟ والله يا ابوكم الحين عاد بتسوي السيره بنطالع اللي الله كاتب لنا بنصور لكم العلم والخبر. ترى وايد بيوت جاي من البحر، جاي من بيوت البحر، جاي من بيوت من ورا المكده. يوم الله يطرح البركه ويازمون العيال فيهم خير ويكدون البحر. ما شيء فيه رزق خير كثر البحر. البحر رب العالمين حاط فيه رزق كل المؤمنين. شرات كد البحر ما شيء. ناس سوت بيوت وسوت شركات من وراء مصدر أول بادي التأسيس من وراء مكدة البحر. لأن مكدة البحر هي تعلمك الإلادة وتعلمك الصبر وتعلمك المريلة مثل البر. شو نحن بيئتنا اللهم لك الحمد في الإمارات برية بحرية، فيها البر فيها اليبل فيها السهل وفيها الرمل فيها الوديان فيها المياه فيها الأمطار فيها الخضرة فيها الأصباخ وفيها الأماكن القاحلة وفيها كل شيء. نعمة نحن، نحن عايشين في نعمة وعايشين في خير وظل وظليل. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. لكن الآدمي لازم يكون شكور، يقول الحمد لله، الحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على قل المعطى، والحمد لله على كل حال. وهل بتشوفون هالبقع؟ هالبقع من سنين، من سنين. وهكذا في رجال، هل تشوف البيوت؟ ها كلنا أهلية. هذا هذه الساحبة كلها بويلة تشوفونها كلها أهلية. ها كلهم عيال عم وعيال خالة، كل هالفريج هذا تشوفونه. والجزيرة شويهات هناك، هاي لاك بعد فريج ثاني من غير هاك الفريج المحارب الرئيسي، فريج المحارب الرئيسي كلهم طوائف المحارب هناك، وكلهم هاي العيال عم عيال هذيل، وهاي العيال خالة، يعني كلهم أهلية. لكن هناك عاد كثافة سكانية أكثر، البيوت الساحبة هذه يمكن بلميات، لكن اللي هناك
في الجزيرة هيك بالآلاف يعني مثل جزيرة دارين، لكن هذه عادة أكبر عن دارين. هاي مساحة طويلة عريضة ببالها ودنياها أكبر عن دارين. هالشرح خاص بوي لأهالي منطقة الدمام أساس يعرفون المكان هالفرق، اللي يعرفون دارين يدلون بقعدته. وإن شاء الله بشيركم كم من يوم بعد يتني صور عن دارين، وإن شاء الله أني بشارويكم إياهم إن شاء الله. يلا حين هذا بالشتل توكل على الله بعدين عبنا مسوياكم. ابشروا ابشروا بصيد الشيوخ، ابشروا بصيد الشيوخ. ايوه ايوه يا سلام يا سلام يا سلام. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي روح ابوي تودم بيت على فكره حقينا. خيبه 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 قرب الله يا العدو، خيبه يدكم عتيمه عنافيس. اي هذا عاد اهل الدمام يسمونه عريضي ونحن نسمي شعم. شعم شوف ما شاء الله سميته عليها رضوان من الله سمت الطرية هجزة. هاي مهاجينها شوف هذه لونها روح أي سوال بلاد. الله سبحانك يا رب. وأقول يت هلال يت صافي داخل عليها سنام. والله يا أبو محمد تحرى سنام حوار. ها 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 يا واش يا واش لا 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 نحن منطرينا لها بنودمت يا بنت فلان. الله شل الخير انا ابو ما قردها لك والله انها مقرود الحين. هذا شو اسمه انا ابو قراد اللي فيها ما في ادمي. من قالت تبا ودام قلنا ان شاء الله فارس طيب يا بنت فلان. عاد ابوها اسمه مفنود ما حد في الدنيا شراته. اسم ابوها ما حد يعرف الا يعني الناس يرانا يعرفون من وطري. هي تدري تابعني مرحبا. لا عنفوس هذا لما انا بصير خيبه خيب. يلا سامحنا هذا يلا الله يحفظك. يلا سير فعين الله ترعاك. من قلنا لها فارس طيب قالت ياي هنا وعيالي وما ادري منو ما ادري منو ما ادري منو حريم عيالي فارس طيب. قلت لهم انا بربيكم تعبر تم البارحه. قلت لها ما شيء ودام ناوي اسوي لها مفاجاه. ما خبر ابو محمد. ابو محمد يقول ما شيء مشكله اللي بودام ودوا له من ايران. خبركم بتشافي. يلا نفاد بوني عب ما بناوي اخبر عب يعرفونها اللي بعضنا مع بعض. ومن قلت لها بيك الودام اوه انا ما قلت هو هلا ابو محمد قال بالكم طيب بيوصل. ورب العالمين شل الخير من الصبح ما خلينا بقعه ما عسيناها ما خلينا بقعة يزين البحر يزي. لكن أبوي ماشي لا حياته لما تنادي ولا اسمك ولا اسم تو والله مرزجنا يوم غفلنا عنها. بس ما يبنى لها طاري رب العالمين أرزق لها. بعد فالها طيب بتشافي فالها طيب فالها طيب. هذا ودام عما بللها هي هذا صبيطي حقي أنا أشوفها يقول ها لا تودين عندهم أنا هني هباك أنت روحة. هذا روحة سمعتوه عبوز كبير ها شيء عنفوز عود خلوه. لا لا ثقيل. ايه اللهم لك الحمد. كريديسات شخيليه سولي ربيبه جشه بدحه صويفيه قويبطات الحمد لله نعمه. وهذا الشعم روحه يا ابوكم والله العظيم انا روحه نمونه. هذا روحه الشعم هذا روحه نمونه. هذا حب اليوم ابو عبد الله بيه هي بيتغدى عندنا ان شاء الله. مر الله من اليوم مرحبا ابو عبد الله. تعطيه يا ابو الله عليك. لا خل بعطيه من طرف العشوة. هاي العشوة حقه يهد هرب الله يبد سمكه تضرب في يدي يعني اضربك عاد سوق النحيس. والله يا ابو محمد نحاس اللي فيه ما في حد حل ما حل يدي هرب الله نحيس. اللي طلبه ابوي سناب منصور
الرقيبه كل دقيقه يجيني مليون مسج يبغى منصور السناب منصور قيبل. عيست وانا احط واحد واحد، الحين بحطه على العام، واللي يبغى منصور سناب منصور القيبل ياخذ ابوي من العام. رجال طيب وخير وي ودي قصيمي بطن وظهر، الناس كلها خير وبركه، والسعوديه كلها خير والخليج كله خير. يا غير الرجال هذا سناباته ممتعه وشخصيه طيبه وباحث اجتماعي ورجل طيب واخلاق وموجود في كل مكان. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الصافي، هذا الحين تو الحين الحين هاي يوم يقول لك معومه لين عينها، ها لين عينها طافح الصافي تبارك الرحمن. ما شاء الله عليك يا بنت شافي، ما شاء الله عليك يا بنت شافي، حظك حظك من ساعه والله اني ظلمتك كانت تبين الصدق، قلت والله من منينا بنت شافي بنعطيها ودان ما شوفي يا نخيل. وابدا رب العالمين ابدا هيالنا هليمه قدامنا صافي ريج. ابشري بالخير يا بنت شافي، ابشري بالخير يا اليارة، ابشري بالخير يا الستير يا الطيبة يا ليودية، ابشري بالخير يا بنت شافي. الله يحفظك ان شاء الله يمعوا اخوانه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اوه تبارك الرحمن خير الرازقين، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله يا ابو محمد. صافي صافي سمين، صافي سميم، ها طالع وحدها شو مغلظها، غلاظ مسويات سنام من الغلط. شوف ما شاء الله، شوف ما شاء الله، شو سنامها صافي. هيا ابوك ودك تاكلها حتى نيه، خيبه ودك تاكلها حتى نيه من زينها. شو ما زينك يا الصافي، ما باي صافي وصافي بعد، هذا صافي شويهات صافي الظنه بالنعت بالنعت. شوف بطونها ما شاء الله تبارك الرحمن خير الرازقين. سمن ريج شحم ريج في بطنه مردد، ما بي الصافي العادي، ها شوف شوف العجوه، العجوه يوم تيك العجوه غليظه مسوي رنقين تعرف ان ابوك هاي هاي اسمن ما يكون، هاي علامه السمن. وحين كل سمن الحين اللهم لك البد، اللهم لك البد، اللهم لك الحمد. كل اسمك اسمي، كل اسمك نعمي بالحمد شكر، اللهم لك الحمد. وين البحر؟ ها بحر ركبه، ها بغبه، شو الغبيب؟ هناك الغبيب، ما فيها الاسمك ما تدور، قلنا لك اسمك كلها بوي تتبع تتبع السيف، تتبع البرود مره ذك البر، ذك البر ها ذراعين. بحر ركبه ما شاء الله ما شاء الله خوزي ما شاء الله. ابو محمد شوف هاي صافي، شوف لما اقول لكم شوف هاي انا ابغاها خلاص غيرت رايح عن هاي. ابو محمد شوف ما شاء الله ما شاء الله هاي صافي المردده، شوف ما شاء الله طولها وعرضها واحد غير قوطك لينكس. انا من انا سيم بيتني حروره، ها رشيت عمري قطرت كل حرم، ما زين البحر يوم هو بارد ماشي بيوم هو حار، ترى كل شيء حار ما يتشاهد، كل شيء حار ما يتشاهد، كان انسان اخلاقه حار ولا رمسته حار ولا ينبه اي بعد بنادم ينبه حار في حمى منو بيشاهده؟ كل شيء ابوي في حروره الرمز الحاره المعامله الحاره كل شيء ابوي باللين بالطيب بالكلام الطيب زين. مسعوب يوم يقول الطيب عايب الطبيب والطيب يظهر الغول من السرب، الحنيش داب كم اكبره يظهره من السرب، كلمه طيبه ما شيء شرفته وهنم الماء البارد بالشيء البارد بالشيء الطيب ما شيء شرفته. تكبر الصدق ربنا ادم اذا ينبه بارد، هذا عباره ميت لا ادري ايش يفرق بين الميت والحي، حروره اليم شيء جايكم بلاك شيء يوم يجيك شيء ينبه البني ادم حار، ها تعرف انه حي، ذوات الدم الحار ذوات البم الدم.
اي ها الا خيط وخيط ازم بن الضمك. يلا من ارض الاستخلاص خير ما شاء الله. يلا ابشر بالملكة، ابشر بالملكة. مرحبا 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 بالعيدروس، مرحبا شمس الشموس، مرحبا. هاي بنت النوخذية، هذه بنت النوخذية. مرحبا 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 والله مرحبا. هاي بو سمته المبروكة، هذه بنت النوخذية. شوفوا عادة حيث انها بزية وهلها ملبسينها يميع المراري ويميع هذه. شوف على راس تبع التاج حاطينها، تاج الملك، تاج الملك. يرزق من يشاء وينزع الملك من يشاء. هي نعم سبحانك يا رب. شوف حيث انها بنت النوخذة بزين هم دلع ومعدل ومزين. شو ماسينها لون هي يسوى 600 لون. ايوه شو ما شاء الله، شو ما شاء الله. ايوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. عاد الحين احط صافي. هذا ابو جسم ان شاء الله. ما اقول لكم ساعه وطري انا بودي سمك حق فلان ولا حد بين عطيه شيء. يعني المقصود في هالكلام كله، المقصود في هالكلام، المقصود الله يحفظ انه يعني الناس للناس والكل بالله. وما بعيب الواحد ياخذ من ياره ومن بيت جيرانه ويوم هو مقصر، ما بعيب ابدا ترى ما بعيب. شيء جميل ان الواحد ياخذ من عند اخوه، من عند صغير بيعه، من عند ياره. شيء وايد جميل، وايد جميل. ايوه هاي الفريج. شوف هاكلها ساحبه وحده لين هناك من قبل. انا شو اسمه ساحبه وحده لين هناك، كلها بيوت، كلها فريج واحد ابوي. فلذلك اللي ما عنده ياخذ من اللي عنده، واللي عنده يعطي اللي ما عنده. والمصريين يقولون المليان ينقط على الفاضي، المليان ينقط على منو؟ على الفاضي. موضوع ما بموضوع زبا الواحد يغدي زباي ولا فشار. لا يتفشر، يتفشر الفشارة معروفين اللي يتفشرون يتخققون. نحن نطر يعني الشيء الجميل، الشيء الزين، الشيء الفعال، الشيء الموالم والمناسب، الشيء اللي نشجع به الإيران والسلطان والخلان. حتى اللي ما نعرفهم اللي يسمعون هالرمزة أني يتواصل بينه وبين إيرانه، ما بغلط. حتى لو سكروا الباب دونك، حتى لو شف ما حد فتح لك الباب مرة مرتين، لازم أنك أنت تغدي سباق لفعل الخير وترحم اليار والصاحب والصديج وخاطف الطريج. هذا كل أبوي مستوت الدنيا هالنمونة، من استوت ما بشيء جديد أبدا. لكن اللوادم الحين عفان الله ينت وظهرت من ديوان عقولها. تحرى اللوادم يعني عيب والله. لا لا ما بعيب، ما بعيب من استوت الدنيا. حتى جذور الرحلة ولله الحمد تكللت بالنجاح. الرحلة تكللت بالنجاح. مدة الرحلة كانت 3 ساعات، من الساعة 10 لا 11 ساعتين والله ساعتين إلا بعد 9:30 10 11 ساعتين. لكن تبارك الرحمن اللي أظهرناه يوم يقول لك تعطي باليمنة ورب العالمين أرزقنا كثر اللي عطينا بيت يراننا تو الحين يمكن بست مرات في خلال 5 دقائق. هاي ما بنعمي بالها الحمد والشكر، نعمي بالها الحمد والشكر. هذا الحين بصور لكم اياه عقب شويه. صيد ما شاء الله، صدنا صيد وايد فنان تبارك الرحمن. ليش ما صورت خير يعني؟ ان شاء الله يوم بتكبرين ما حبي اصورك. الحين انت طولة ذراعين بعد ما تبي احد يصورك. وهذا منو بلعيت اللي مرت على الطيطار؟ حميد بن الشيبه. والله الحمد لله رب العالمين، الصيد وفير. شوف من تظهر يا الانسان وتكون نيتك صافيه عند الله سبحانه وتعالى، شوف رزق البحر، صيد البحر وصيد البر هذا رزقه علمه عند الله سبحانه وتعالى. ما حد يعلم الغيب، ظاهرين ما نعلم الغيب. قبل ما نظهر ابو محمد حد يأ وطلبه مني ودام، ما بطلبه يعني كان المتعارف عليه يدري يقولون قال يبون ودام. وما شيء الا تالي زايد من البارحه شيء بسيط هدا يغدي اليوم. قال ابو محمد اعطوهم اياه وان شاء الله رب العالمين الله بيزجنا. ونحن سايرين بعد البحر بعد جماعه من غير طلبوا بعد ودام، خطفنا عليهم وعطيناهم اياه، واللي اعطيناهم اياه واللي اعطيناه الصبح رب العالمين عوضنا كثره يمكن ب 15 مره ما ابالغ.
من عقب ما نزلنا ودام الجماعة اللي تونا اخطفنا عليهم على السيف، والله يا رب العالمين ارزقنا ودام كثر اللي اعطيناهم اياه يمكن بست لو ثمان مرات. سبحانك يا رب. شوف يوم الله يريد لك يريد لك الرزق، اذا انك انت اسعت على حد ورحمت رب العالمين بيرحمك. ومبروك بتشافي على الله يحفظها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بس باقي؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين ارزقك ابوي كثر. انت كم يعطي نفر مني مني؟ شوف نصيب كم يحصل. تنين سيحصل 10 مرات زيادة من هذا. ما شاء الله الصيد هذا ابوي. هذا كيس العودة 30 وهذا كيس المنقير ادنى. المنقير متجسم وسار. الحمد لله رب العالمين. والفسكرة محمد محمد الفسكرة فسكرة كساها. أيوة أظهر الفسكرة 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 حبوبية عاد. يلا ضربة صافي عاد سم ريج. أخذنا صافي شوي كبار محمد حق الغداء. بيان غور. محمد؟ وين مقلاي؟ هذا مشواي. هذا مشواي. ثانك يو. ثانك يو. ما شاء الله. إيه إيه خير ما شاء الله. ما طلعتوا له هاي الصافي الغريبة. ما عرفت أنا روحي. يسدك الفسكرة ولا وهذاكي شو اسمهم العريضي الشعام ولا الفسكرة هاي الحبوبية هنا نعم هذا نعم بردنا. بس محمد شو بتسوي هاي كلم قال الله وين هذا ما شوي انزين رمز شوي شوي عن تنقع سوي سمايل ألف من الصباح الله خير وأنا أقول لك سوي سمايل يا الله اسمعني إن شاء الله بكرة سمايل بكرة بارك الله. يا زيادة زيادة ما في كلام الله بس في جدا شكله هو تعال من البحر ظهرت من البحر ولن أبوي الدنيا باردة أتي أبوي تلقطه مما لد وطاب يح وشمام وفي فاي وتفاح وكل زاهبة وشكيتة وصحيحات ورطيبات الحمد لله رطيبات وين بعيد أجل طرف الفريد هالمسيدة تتيامع في أمة لا إله إلا الله مسيدة مسيد حياة سالم نسيخ الهادومة القبيسي عمر هذا ظني كم عمر مسيد هذا؟ يمكن سبع سنين سبع؟ سبع إلى ثمان سنين يلا ينهى الباسات من الكمب شيء كم 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 بن بكم هناك ما شركات يا معني يصدون هيك جماعة مساكين ما له بيوت شوف السيارات ها بيوت بحرية ها بيوت دائمة يعني من ثبتنا العقل كله نباني كل مباني كانها ما تعتبر البيوت الفرجان البيوت الأصلية في أبو ظبي داخل أبو ظبي وكل إنسان حد عنده بيت في ديوة وحد شيء حد من العرب بيوتهم في البحر وحد في اليزر وحد في الحوال يعني وحد في العين وحد يعني كل إنسان على وين يبى سواله يسمونه مكنب مكنب أو مقيض يجون يقيضون هاي أبوي مقيضهم هني هاي مقيضهم في الظنة وفي العين مكانين بر وبحر هذا الحوض اللي تطريق هي هي هذا الحوض عمره يمكن أظنيها 30 سنة لو كانت مزرعة طويلة عريضة لكن شح الماء وقل الزرع من 80 هي أنا لاحج عليه أبوك الله يحفظه زارع يمين خيل الدنيا هني حفظه مسويه هي يا الله محمد بن سيف بعد
أيوة. السلام عليكم. هذا أبو سمة. شوف الله عليكم. لو أقول لكم السمك الطري شو قال لي هذي؟ شوفوا كيف يعني الشحم اللي فيها. شوف الله عليك محمد. يا سلام سلام. إيه. شيء بالعظم. شيء سود. شيء سود شيء سود ها. شوف العريبي قال حرم الفتك. وهاي الفسكرة هاي مالاتي أنا. الفسكرة والشحم. وصافي هاي صافي هاي مالك أنا. هاي الصافي مالكي والشعم والفكرة والبعض يقول عاد على هواكم شعم وفكرة ها؟ هي الشعم وفكرة ها؟ لا شعم وفكرة لا لا شعم وفكرة شو ما شاء الله ها؟ شو جاي؟ الشحم الفكرة تبارة الرحمن ما شاء الله منصور قيبة حطيت لكم حسابه لا تقولون ما قلت لكم شخصية مميزة حطيت على العام حطيت على العام شو السبب؟ لأن كل دقيقة حد يطلب رقم السناب ابو سلمان اول مره حد يدخل عندي في من المشاهير وحد يطلبه لهالكثر على هالاساس حطيت السناب وهاي اول مره من فتحت حساب في السناب اعرض حساب شخص من المشاهير اكثر عن مره انا من الاساس اصلا حتى المشاهير ما تنعرض لهم حسابات الا امس هاي اول مره لكن ان حد من المشاهير وينطلب لهالدرجة حتى وأنا في نص الغبيب لا والله حطيته وأنا كلي فخر يستاهل يستاهل أبو سلمان رجال طيب ويودي منطوق وعلم وخبر ووصيته في القصيم والمملكة كلها وكل الخليج كلنا نحرف براسه يا غير يوم أصرت العرب يبون حسابه مرة ثانية عرضت ثاني وبعرضه ثالث ورابع هذا الله يحفظكم السنة كم مرة يا رب يا الشحن ها كل الشحن صاب من السنة تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله بس الحين غايت مرة غايت المتمني غايت المتمني ذبيحات ويبيات لا أنا ما أريد ذبح أنا حط لي الشعن وال وبنت النوخذ وصافي وحدة بس علي ما شاء الله الله. هذا بيسل الحلي وهذا الرياي ايوه حطه عداب عداب خدته ايوه بقى الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الشحن كم؟ بس مين الشحن؟ ثانك يو على الله يحفظكم غدانا المتواضع الفنان ابوي على فكره الفسكره ابو محمد لا ما كان هالبنقالي ابوي خانوبها ابوي فسكره ما سواها لا سواها شافوها العرب على التاوه وهي تشلوت راحت ابوي وهاي الصافيه وهذا الشتني وهذا العيش الأبيض شيء مقلى يقولون لي يعني الصافي غايته مقلى غايته مقلى شيء مقلى لكن أنا أرغب في الصافي والمشواي ونحن الصافي السمك المشواي ما نطر بطنها ما نطر بطنها لأن صب الشحم كله وها هذا هذا الرأس يا الله ها هذا الرأس هذا الرأس ما يبى رمس ولا يبى الكلام بسكوت وهاي الجيش عاد خد من جد الدين لا من جد الراس هذه شيبه ثبت من جد الراس لا عليك رفجه بس عندي ما بهاينه علي شو بتصير طالع ها طالع ها يا سلام سلم يا ويلكم الله وي 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 يا سلام لينها هذا العيش شوفوا لقمة واحدة العيش لكن أكثر شيء حطها من هذي تشوفونه الشتني عبارة قفة كاملة أيوة قفة كاملة لكن سمك وايد السمك وايد السمك على ما تشوفونه كله مش وايد يوم
انت تعرف سمت الفنانة؟ ها قلدها روحي ينفسخ. شوف الله عليك هذا الشعر المساعد قلت انا حبوبيه لاني ادريبه من شفته في البحر روحه يزقر يرحب. قرب يا ابو محمد يقول لي ها هالطرف الثاني. يا سلام سلام. سمعت هناك كسارة تشتغل خرم خرم خرم. نانا مين هذا؟ هذا راشد. صح. مين حبة؟ هذا أبي أبا. إيه؟ مع أبي راشد حبة. صابوح الجيدي صابوح البحر صابوحك الخلدي وينك مترجيك بالجيدي البحر هو ذيك وحل هالأوناليك والقشي. أصبحت الصبح وأنا أشوف سناباتك اتحمست سيد جريت للبحر وهذا المحصول ما يطوح ببطني مولي أول يذوق خالد الخالدي. انتظروا سنابات خالد الخالدي من هذه الدنيا العودة الجيداي. الماء والخضري والوجه الحسن وسنابات خالد الخالدي زيدوه الجيداي بحر هيب شان يجيبها بحيلينها بنغارها برملتها كلها تنتظر خالد الخالدي. سامعين انا السابقين اللي دكوا بيها روس خودم وجر الناس تفسر بيها صارم ما تخطيمو لي لو ودك حجار يجر. هودي فصلة السابقين الأومية جاورية بمناخ توجر وهود نكترات اخنيزيات من بناخ الزبيدة مع ابني حم صالح وهودي نوك اثنين لولوتين واثنين مزنجتين مناخ الغيوض مع ابني حضوب وهودي شاهونية وهوديك مزناجة حمري وخلاصي ولولوي من ما ابن أحمي يوسف. هودي ينخيل الجيدي هودي ناخ المونجدي أحمي فاروق قدام هالكيس للشيخ حمى بن أحمي سليمون حاكم بخو قدام الأوري والزريبي وبت حمادي كلها للشيخ حمى بن أحمد بيها الهامبو بيها الموز بيها اللوز بيها الزيتون مشهورة بقش حباش مشهورة بالأخنيزي مشهورة باللولة وبالرحيبي شلي الالمة بتبونش وطلعي درب الالة يكوزش المبخار والموش من طاوي الجيداي ما قولوا لحبوتي كنا تقول هلا اهل بنياس يوم كنا وجو يشلون الموهم من الجيداي. اهلا ابو محمد مساكم الله بالخير سلم عليهم كلهم على نهى الغالية وعلى المذكي الغالي وعلى كل الشباب الله يحفظهم حبيب قلبي إن شاء الله تردون بالسلام والله يجمعنا وياكم على خير سلام للكل والجميع. ملح السفرة أنت عرف المتابعين عليك. إبراهيم توفيق الطاهري من مدينة العيق. يا هلا بيك. أنت دار أب إمارات. دار زين. يا إماراتوس. برافوش. إبراهيم. مساك الله بالخير. مرحبا الساعة حيا الله أبو محمد إيش حالك؟ اليوم ليس الدب هنا. يا مرحبا الساعة. سعيد بتواجدي وياك ابو محمد هني في دسلدورف ونحن اسعد لك مدينه جميله انت اللي مجملنها ولا هي عاديه الله يعزك ان شاء الله. موجودين في المدينة القديمة وعشان إن شاء الله في هذا المطعم الشهير مطعم الأسماك في المدينة القديمة. هذا اليوم أولها في هالمطعم الفنان الولايتي وبكرة إن شاء الله أنيكم أحلى تغطية في مصنع لا صار ولا استوى لا قبله ولا عقبه مصنع أكسينة إن شاء الله مصنع أكسينة للمطابخ الدولية. هذا أبوي كله يا يحينة من عند شيخة بتشافي مطرش أبوي من هناك ليه من أرباب مالته من أرباب ها وين رابني ويهك هناك من أرباب مال أنت؟ يا ربي يا بتشافي حفظ صوركم شو جايبي؟ هاي فوالت الله يحفظكم بتشافي. هاي فوالت طالت عماركم يوم أقولكم شيء من الحريم عن 10 حرمات. ما قالت أنا في بر ولا في بحر ولا في بقعة أنا مقطعة. طع فوالت راد أبوي بدال أبوي الحلة ليها الصبح هاكل وديم شوف ما شاء الله مطرش أبوي صينية باكر.
ومطرشة طالت عماركم شباب حرارة لين عينها، ومطرشة طال عمركم أعماركم بعد طرشة. هاشرات الفلزية أظن فلزية مارميثات تي روحة بعد في زعتر منقير، وهذا طال عماركم عصيدة، هذه عصيدة، وهذه كيكة العسل. مشكورة يا بتشافي، مشكورة يا العمر الطويل. زين، هذا وقت المشي في هالسطوة الفنانة اللي تغني علينا، والأرض باردة، ولازم عاد المشي حافي، هذا لا بد ولا عذر، لازم اللي بيمشي بويه عالسطوة لازم تمشي وانت حافي. أولا شو السبب؟ الأرض يوم تمشي عليها حافي تمتص أي شيء مبزين في ينبك يا البنادم، وتغدي بخير سحر وحلا الحين ياستر يصور وما أدري منه يرمس ويطرش هيدا بيش. والله يا أبوكم يا الصبح البحر طايح طايح، ما زين صورتكم يا أول حين عنتر الظهر من هنتين وياي اعتين البحر غدا أبيض مزبت زبتهم وحدة من الموي، لكن يقولون بيطيح خلاف المساء، العلم عند الله. شوف الساعة 10 في الليل، هذا كله بتشوفونه البحر صاك لين العريش. هذا اللي وصلت بوك لا هذا الله يسلكه صاحب صديق من المتابعين الله يحفظه، نطلش لي الفيديوهات هذه الاثنين التب من روس الإبال من جد اخصها بالطب واليادي وتيبات ومتحة وكلها اللي بقى عليه هناك بلاد عندهم تسوى نوم العين بلادهم. وين خصب؟ إن شاء الله إن شاء الله إذا رجعنا من الحيين بيهم بسوي لكم ترتيب رقم واحد، بلادهم بلاد عليها رضوان من الله، وين فنانة البلاد ها منو الآيات؟ يا الله بسم الله عليك الرحمن الرحيم. فالمتابعين اللي من السعودية وحد من البحرين يقولوا نحن ما عرفنا على شيء، يقول هذا الرجال يسلم ويرحب ويدعي انه اي بلادهم، قلت له ان شاء الله قبلنا الدعوة نتريى ان شاء الله الفرصة بسرعة وقت بلادهم فنان جنة، وهذا وقته انسب وقت لها حينه هاي ولاية خصب هالوقت، خصب ومدحة واليادي ولو شيء بلا شيء بقعة يسمونها كمزار عندهم، يا الله كمزار عاد تسوى نوم العين. ايه كمزار لازم تخطف على غبة يسمونها غبة سلامة من عقبهتي، هذا ورم سندم ورم اضيق هرمز من ناك، يا الله بعيد، لكن بلاد فنانة تستاهل العنوة. بلادهم كمزار غاوية، بلد بدائي جميل من أروع ما يكون، طبيعة والسمكان خيرات الله كلها، وهل هي سوى النوم العين؟ هاي لهجتهم أبوي لهجة هالروس ليبال، لهجة الشحية، لهجة شحوح معروفة يعني، نحن يعني ما تقول الله هلال؟ يقول هلال وأنه لا تقرأ ولا تكتب، لكن تلفظ أبو محمد بس تلفظ لكن لا تقرأ ولا تكتب، أول مرة أعرف هالمعنى أنا. شو دراك انت هلال؟ ما بكتبها لك انت شو دراك؟ ها؟ هي لهجة هالروس ليبال. شوف الله عليكم ما زين المكان. كلهم اهل البيوت تشوفونهم؟ كلهم اهلية. ما واحد فيهم اجنبي على الثاني. كلهم بني عم عيال خال. كل هالالف رجال هاي تشوفونهم. اللي عني يبي أنا أودر الدنيا كلها وي لجل هذا المنظر اللي تشوفونه، لجل أبوي هالمنظر اللي تشوفونه، لجل هالمنظر اللي تشوفونه. أظني هذاك لابس مقصر لون بيج. حفظكم يسمونها اللهجة الشحية. يقول هلال في ذمة هلال هو أنها لا تكتب ولا تقرأ، يغير يتحدث بها يعني يستوي الواحد يتكلم بها، يغير
ما لها كتبه ولا لها قراءه. ما ادري عن هالمعلومه، انا اول مره بحياتي اسمعها. اتوقع انه صح صدق، انا وايد كلها رمسه تمحنمونه بيوتهم بعضهم ما بعض ما يرمسون اللهجه. لهجتهم حلوه والله، شيء يشرح الخاطر، وزينه رمستهم وفنانه وخفيفه. هم بكبرهم خفاف على الشب، انا ما تشبت شحي تجيل طينه. ذكورهم واناثهم كلهم خفاف طين وخيرين وكرام. إيه حافظ عليهم وعلى علي رتهم، عشنا الاول وياهم الاول في ابو ظبي. خلق الله ما خلق شحوح الاول فيها ابو ظبي، وحين ما شاء الله هاي لك البهات عاد عقب كبروا العيال وما شاء الله قاضين احسن المناصب واكبرها. هين عقب الواحد يعتز باصله، الاصل الصحي اصل جميل ما شاء الله حال، يعني ناس عرب 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 فيهم خير. اي حد ينتمي الى الجزيره العربيه هو اصيل وهو ولد ناس وهو ولد عرب. ترى خوصا بخوص رقعه السم خصها في الناس كلها واحد، والناس كلها خير وبركه، والناس عايشين بفضل من الله سبحانه وتعالى تحت هالقياده الرشيد وتحت هالحكم اللي ما شيء شراته. على فكره جتني مسجات تقول لي خالد انت كله تشوفه زين وكله تشوفه غاوي، ما تسمعناك تقول عن شيء مبزين. ليش انا اقول عاد شيء مبزين؟ ان شاء الله حادني، ان شاء الله حادني اقول عن شيء مبزين. لا والله، عطايا الله كلها نعم وفضل وخير، ولازم الادمي يشكر، يشكر الله سبحانه وتعالى. لانك تشكر البنادم ترى كأنك شاكر لله سبحانه وتعالى، وما شكرت للبنادم ترى ما كأنك شكرت لله. كل ما شفت شيء في بلاد الغربة قلت عندنا منه وعندنا شرات. أنا ما شربت ولا زورت، لا والله، يمكن عندنا وعندنا الأخير وعندنا الأحسن وعندنا الأسوى. ولا والله يا أبوكم شفتوهم في بلادهم بذيس الغربة، والله يا أبوكم كل بيت عليه حارس وكل بيت عليه سكيورتي وكل بيت عليه ناطور وكل بيت عليه أمن. ونحن اللهم لك الحمد في هالدار الطيبة تحت ظل حكومتنا، اللهم لك الحمد. بيوتنا تازم صبح ومساء مشرعة، والله يا أبوكم ما حد يوايج عليك ولا حد يقول لك وين ساير ولا وين شو علمك ولا شو خبرك. أمان وأمن ونجرب بالساير والياي والخاطف واللافي واللي يعني. بعدنا في الإمارات لين اليوم ماسكين المذهب الأولي لين اليوم ولين بكرة، اللهم لك الحمد. هذه نعمة والحمد وشكر. ويغمضوني العرب اللي من غير يوم بيعزم قال قرب عندنا المطعم ولا قرب على الكوفي. ايش قال انت هذا انسان اجنبي شايف اني جاي من دار بعيده، مكان بعيد بلاده وين بليس مضيع عياله، وشفته في مول ولا في سوق ولا في شارع ولا في سياره ولا في مطار. انا بكلمه تقرب الناس ودرته قرب على بمقهى قرب. حد يقول حق واحد قرب بعشيك في مطعم ضيف جاي من دار الاندير بتعشيه في مطعم؟ ايش خانه المطابخ المستعيب. من الحين يوم بيسوون البيوت اهتموا حطوا جل اهتمامهم في المطبخ، وخذوا المطبخ بهيك الحكي يميع عميات الالاف والافران والغازات ولا شو بقول، شيء كبار وشيء صغار وشيء وسط من كل شيء. انزين وخلاف يوم بيهم الخاطر قالوا والله المطعم ولا بنطلب اكل من المطعم ولا يا ربي لا أقولكم والله ودروا السنة الأولي ودروا المذهب الأولي. يعني لكن ما شاء الله يعني أنا نسبة لي أنا والجماعة اللي أعرفهم واللي أسير ويا عليهم من أبو ظبي ودبي وباجي الإمارات كلها، يعني اللي أنا أعرفهم لين الحين 70 أو 65% متمسكين بالعادات القديمة الأولية، عادات القديمة لين اليوم متمسكين فيها. لكن غامضيني هاي اللي تبعوا التطور، هاي غامضيني غميضة، يعني يشوفون هاي اللي العرب تسويه يشوفونه شيء كبير. عاقرين أخوة أحوار ذابحين خروفين ولا مسوين ثلاث ذباح عظمهم لثلاث معلي. هذا أبوي مش يسمونه إسراف، هاي اسمه كرم. فرق فرق بين الكرم والإسراف. الإسراف يوم بتسوي شيء فوق عن القاعدة وبيتشبب، لكن لا، يوم بتكرم ضيفك يوم هو يا مع فريجة من شرق ولا من غرب وأكرمته من تكرمه عقب اللي يزيد
ولا اللي تام يصير يصير له لك 600 باب له لك 600 مكان ما بالله خذوه وغلوه لا اللي بيفسفس نعمة الله واللي بيجيه مال وبيفسفسه ما بيرحم بلا الصاحب ولا الصديق ولا الأخت ولا الأخو هذا يا أبوك ودك ما استغفر الله استغفر الله المال حتى ما يجي شو السبب لأن مفسفس مفسفس وهذا ما تسمع يقوله ولا تأتوا السفهاء أموالكم هذا السفيه هو اللي يفسفس بنعمة الله تفسفس نعمة الله هذا هو المفسفس يسمونه والسفيه والبخيل البخيل هذا اللي ما يندي ما يندي يوم بتسلم عليه تروع حتى يرد عليك السلام ومن يجي وقت تأدية الفاتورة وكنتوا اثنين ولو ثلاثة ولا خمسة حرام يا غير التحرى يا مخباه في عجارب يحط يديه ويظهرها يحط يديه ويظهرها يحط يديه ويظهرها انزين اظهر البوك واظهر الكرت وعقع على الفاتورة لا يترياك انت اللي وياه لين هاي الساعة وتحط عقب يا رجال خل عنك والله لو انا من لا اقول لا خلي عني ولا شياتك هذا يجيب بطاقك انت اللي قد هذا حد من العرب عاد لي مره هذا وجهه مغسول بمرق على ما قالوا حد البحرين حد من العرب القطة وحيد ما يوايج عليه والدمه وقوه بالرغم ان الشخص هذا الوحيد تشوفه وحيد دوم روحه تعرف انه راعي خير وراعي علم وخبر وعنده فضل من الله سبحانه وتعالى تعرفون ليش ما حد عنده ولا حد يوايج عليه ما حد يوايج عليه لأنه بخيل لأنه بخيل ما بلازم حينه أنت تعطيهم ما وراك ودونك برحم الصاحب والصديق بحادي بعطي اللي بادن بتيني احنا ابو غادي ستين سمك لا تصلح لا في السير ولا في اليجيب ولا تنش ما تنيرع ما تنيرع البخيل ما ينيرع ما ينيرع ما ينيرع ولا ينشها ولا حتى حد يجي يشاهد وجهه مشاهد الكلب ولا الأسود ولا تشاهد البخيل هي والله صدق ترى رمسكم مشاهد الكلب الأسود ولا مشاهد وجه البخيل البخيل يا أبوك منو يشاهده الناس والكريم ترى الكرم بعد له لك 600 باب الكرم له لك 600 باب حد من العرب مسكر بيبان عن الضيفان واللقط حد واللقط حد ما قال لقرب على غدا ولا على عشاء ولا وين أرضك ولا وين سماك ولا متى بنشوفك ولا عس أحيانا اليمين ما حد يجدمه ما حد يحلف هالزمان يشوفك اللادمي في صلاة أو صلاة اليمع ولا شياته ما يحلف لوادم الأول تطلج وتحلف يمين علي من عرب ما يندرى بهذا حلال حرام أنا ما يخصني لكن هذا اللي نحن عشنا فيه وسمعنا عنه يطلجون ويحلفون يمين علي من على الغديات والعشيات واللوادم تقدر منهم وتيهم الحين من يشوفك هباب ما يسلم وحد من العرب حتى ما يسلم على الأجنبي ولا على الغريب يبقى يشوفه وقت صلاة يمعة في فريجهم ولا في مكان جايينهم متلاجين في بر ولا في بحر ولا في جزيرة ولا شرق ولا غرب يسوي عمره هبدا عيم وأصم نعم يسوي عمره عيم وأصم حتى لو سار عند جماعة مسير ولقط ناس غرب والله السنين اللي اختفت ولين اليوم نحن عندنا ولين بكرة من نشوف الآدمي في ميلس ولا مكان معزوم على غداء خلاص هذا يسوون له دائرة دائرة اسمها غدا عند هذا وعشاء عند هذا وقهوة عند هذا وفالة عند هذا والدنيا مطرجة كانوا روحه ولو ويا فريجه ان كانوا ويا فريجه ويا هله نفس الطريقة الحريم عند الحريم والريايل عند الريايل وعلى هالمنوال هذا السلك الأولي والسنع الأولي حينه من حد يشوفه قرب على الكوفي قرب على المطعم الله العظيم إنها هذه بعد روحها محنة كيف الرقصة؟ ما تعرفين انت خوزي خوزي عرفنيش كيف كيف؟ خلط وايد واحد اثنين ثلاثة كيف الرقصة؟ انت وين؟ خوزي عن الله تعابوك
هي كيف الرقصة عادة؟ بسم الله يا هل عكر انت لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هاي شو الرقصة يا نمونة؟ ما تعرف اصلا شو لا تدفرينه الهبل انت. تعال يلا مرة ثانية. تعال انت وياه انت وقت. لا تبت عدالة. ما تعرفين انت قوت. خذي مايا. ما تعرف ما نبى بنيات ترقص بس اولاد صغار. يلا سوي. تعال ترقصي انت وياه. انا الله تعابوك. يلا بس خلاص سيروا سيروا. وين انت راويني؟ لا اخاف. خاف؟ ما بتجي الدوية. منو بيصور؟ منو بيصور؟ منو بيصور؟ خوزي زين انت ايه ثرمة؟ ايه؟ زين فطومة فطومة خلود خلود قول حملو اللي يعرف يرقص فيها. بس احمد واختك شو اسمها؟ روضة. روضة. انا مش يلا انت احمد. لا 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 انا ما تعرفين يا اللي يريده انت يا اللي يريد يا اللي يريده. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم العشاء عند قوم علي سالم شو مسوين عاد العلم عند الله شو بيكون عشاهم لك اكيد عيش ولحم وياهم الحين جماعه كلها موجودين داخل اقولكم هاي اليلسه هاي اليلسه يلسه تشتاء هاي تشوفون هالميمار يغدي كوار يميع الحطبان هني وتازم أمة لا إله إلا الله يميع الكراسي مرة عند دحة الماي هناك البحر وهذا هاي اللي تشوفه مرحبا حيرة بشار وهاك تراكيب أبو الجدر مريل مريل اللي تركب بالحلق ويتي خلق الله ما خلق اللي يبقى داخل الميالس هالميلس العود بكبره واللي يبون يدوخون دواخة ما دواخة خاري وهاي خيمة الشعر هاي تبطل سناحة بلاد من كبرها 12 متر 12 في 6 طول بعرض بلاد من كبرها شيء يغني يا ليل وعلى البحر مرة شيء جميل يرد نزيب بناصر شو العلوم طيب الغالب ما شيء خبر علم لا لا شيء صيد اليوم إن شاء الله إن شاء الله لا مع البارحة وولت البارحة لما واش صدنا البارحة شفت الثلاجة ترى شفته شو هذاك اللي كم مقبرة داخل أظل لا 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 تفوق اطر الشر والإعاد عليكم السلام زين ابو ناصر مو مذبوح بعد ما نقول الرجال منو بعد مذبوح الرجال مختطف وخلوه منو صحابي صحابي ايه شو اسمه ابو ناصر اللي خطفوه ما ادري والله ما تعرف اسمه والله ما اعرف لا تحلف الله ابو ناصر والله هذا الصحابي ما اعرفه والله من لبنان ايه ناشئ هلا وعياله ايه مختطفين في لبنان ايه أظني في لبنان لا ها في تركيا في تركيا في السفارة ال إيه ويبونه الحين هلا يعني يبونه مضيعين بحسبة العشاء اليوم والله ما أدري ها يمكن مختن أبو شار إيه عنده علوم الهويات وعنده علوم الزلازل عفان الله والله ولا يجيب الخبر اللي فيه حلا نعم. اللي فيه حياة وشيء بشرفة انت رأي ابو ابو خلوف ما عليك منه ضربه سمو بسم الله تعال يلا بغسل الحين شو مناسبة العشاء اليوم ابو خليفة ابو خلوف شو مناسبة العشاء اليوم يمعت الوجوه الطيبة بس علم الحجنة في علم يبدأ اللي بيي مو بحسن عنكم والضيف مو بحسن عنكم يعلم الخلو من هلوي ابو خلوف هذا الشيء يمعت بس لكم سوالف أقول لهم خدتني بو شرفة اليوم ها؟ أنا أختان بو شرفة يلا يلا خالد وهذا عشاهم بني تويس لو خريف لا لا تيس 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 ما زين حشو طافي بسم الله كان يضحك وناصر والحل شي يصير الحالة ولا ما شي شو الحالة لا الحين لا متى يوم عقب شمال العشر شمال العشر متى هي الحين في شهر عشرة متى الحين شهر عشرة زين في شهر عشرة في التلاجات أيوة بتي بعدها هويات إيه يا الله الحين هي اللي تقلط السمك ولا
كن على شمال العشر ما تي تارسه. ها لا تي بسحابها وتي يوم تارسه ويوم خفيفه ويوم خواهر. نعم هذا لين تكمل مده. كم مدتها هي؟ 10 ايام والاخير وعقب الطيح العشرين بعدها ويات؟ ايه يا سلام سلام عقبها العشرين تي خفيفه. زين الثلاثين تي خفيفه الثلاثين تي خفيفه. نعم الاربعين هي من الطبوق. من الطبوق رنا مويها ويطيب شرتاها. يا الله كم سنبوق انسحب سني واصبح مسمر بلياها لياها. شنو شنو متى يقلط الشنعد؟ يقلط الشنعد في اول الاربعين. آه. في اول الاربعين بشربه يا لين الخمسين والستين كل شنعد كل شنعد كبار لو صغار. لا ماشي صغار ما للحين عيال على الكبير ما ينكل حد. اي والله مخاق اخ ما موالح لا. شوفوا ناصر يقول عن اللي يرسم التليفون احمد سبلاه احمد والشيبه هي علي سالم بلاهم ما يسولفون كل واحد قابض له تليفونه كل واحد قابض تليفونه ويلا ما حد لنا وانت نرمس بس وكم عاده بنرمس نحن كم بنرمس بعد العيد من اللي يسمعكم بالروغه عيل ونص من يسمعنا بالروغه وانا نباك انت تدق العود سمعنا بالروغه نبا صوتك انت والله بنشغلنا مسجل ولا ها عندك العود ها العود يا الله ساع الخنان حافظات البضايع البضايع وساع الخنان حافظات البضايع عند الله علينا صار المكان السنه الرابع لا انت سمعت بهم الحوثيين قبل نسمع بهم يقولون يهود يهود ايه اصلا من اسرائيل والله يهود اسرائيل والله ما قواهم يعلم ما يتم منهم نفاخ الضب امين امين وين ظهروا لنا هاي الحوثيين نحن وين ما سمعنا بهم سنسمع الاول دياي خيبر والواحد غادي يغز هالمتى يهبي من الغات وناس تتكلم في السياسه شوفك اقول واقول 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 والله العالم والله من يوم مرحبا ابو ناصر يلا غاية ترقاد نعم بنشي وين بس عليه الربع الغالي ناصر